دروب بوكس تعلن تعرضها للاختراق أمني. منصة تخزين سحابي دروب بوكس قالت أنها تعرضت لاختراق أمني مما تسبب في وصول المخترقين إلى بيانات خاصة بالمستخدمين. الشركة ذكرت في بيان لها أن هذا الحادث اكتشف في 24 من إبريل الماضي، وهذا الأمر أدى إلى وصول المخترقين إلى أرقام الهواتف وكلمات المرور المشفرة وبعض معلومات المصادقة لمجموعة من مستخدمي خدمة توقيع المستندات التابعة لها اللي هي دروب سيجنتور. أيضا تمكن المخترقون من الوصول إلى كافة عناوين البريد الإلكتروني وأسماء المستخدمين في خدمة توقيع المستندات. دروب بوكس قالت إنها تعتقد إن الحادث محصور فقط في خدمة دروب بوكس سيجنتور ولم تتأثر باقي المنتجات الخاصة بالشركة. وحاليا الشركة تعمل تحقيق في الحادث وأبلغت السلطات القانونية والرقابية والمستخدمين لأنها ملزمة بحكم القانون بأنها تفصح عن أي اختراقات أمنية قد تتعرض لها كما هو الحال مع باقي الشركات والمؤسسات الأمريكية. أيضا دروب بوكس أكدت أنه ما في أي أدلة على وصول المخترقين إلى البيانات الحساسة في حسابات المستخدمين مثل معلومات الدفع وبطاقات الائتمان البنكية. وقالت الشركة أن جهودها لمواجهة هذا الحادث ما زالت مستمرة وأنها أيضا معرضة لبعض المخاطر المرتبطة به مثل التحقيقات القانونية المحتملة أو المراقبة الرقابية الكبيرة. طبعا الشركة كانت تروج لخدمة توقيع المستندات أو دروب بوكس سيجنتور على أنها تعتمد على تقنيات التشفير والأمان لضمان سلام المعلومات وحمايتها خلال عملية التوقيع والمشاركة. أيضا أفادت وكالة برومبرغ بأن دروب بوكس ستكون عرضة لدعوى قضائية جماعية في ولاية كاليفورنيا بسبب الإهمال المزعوم وانتهاك خصوصية المستهلكين بعد هذا الحادث. طبعا أنت كمستخدم الآن عندك ثلاث أمور لازم أنك تسويها، وهو أولا إنك أنت تغير كلمة المرور تسجل دخول إلى حسابك، تمام، وتغير كلمة المرور الخاصة بحسابك في دروب بوكس، تمام. الأمر الثالث وهو الأمر والخطير، إحنا كمستخدمين ما لنا فيه أي ناقة ولا جمل. طبعا هذا الاختراق تم على خدمة إحنا نستخدم هذه الخدمة، المشكلة ما كانت في الأجهزة حقتنا ولا كانت مثلا في عملية تأمين حساباتنا ولا كانت مثلا بسبب ضعف مثلا مننا كمستخدمين، ضعف مثلا الأمان الرقمي. كل هذا الأمر صار عن طريق من؟ عن طريق خدمة دروب بوكس، هم المسؤولين عن هذا الأمر. وللأسف إحنا كمستخدمين إحنا راح نتعامل مع عقبات هذا الهجوم وراح نتأثر فيه عن طريق إرسال كثير من الرسائل التصيد الاحتيالي وكثير من عمليات الهندسة الاجتماعية اللي راح تصير على هذه الحسابات المسربة. طبعا في خيار ثالث وهو الأمر إنك أنت لما تدخل على حسابك وتغير كلمة المرور، تمام، وتنزل جميع المواد أو الأسس أو الموارد اللي أنت كان حافظها على هذه الخدمة السحابية، تنزلها وتحفظها بشكل لوكال بشكل محلي على جهازك على ذاكرة على أي شيء، تمام. وبعد ما تخلص من هذه الأمور كلها تروح تحذف حسابك على منصة دروب بوكس لأنه الإيميل اللي تم تسريبه الآن أصبح في يد المخترقين، فبالتالي ممكن بعد شهر بعد أسبوع بعد سنة بعد سنة بعد ثلاث سنوات راح تتعرض لعمليات تصيد احتيالي وهندسة اجتماعية جدا طويلة، أو حتى يتم استخدام كلمة المرور هذه لأن بعض المستخدمين يستخدمون كلمة مرور واحدة على كثير من الخدمات الأخرى، فبالتالي ممكن أنت تكون هنا في هذه المرحلة معرض للخطر. فأنت أول حاجة تغير كلمة المرور وتنزل المواد الضرورية حقك اللي كانت موجودة على المنصة وبعدين تحذف حسابك في خدمة دروب بوكس، تمام. وآخر نقطة وهي مهمة إنك تأخذ هذا الإيميل، وهذه ذكرتوها أكثر من مرة في أكثر من فيديو في القناة، إنه تأخذ هذا الإيميل وتشوف الخدمات المرتبطة فيه وتغير هذه الخدمات المرتبطة بالإيميل اللي تم تسريبه. بعد ما تعدل على هذه الخدمات كلها وتغير الإيميل اللي تم كشفه وتم تسريبه تروح لجوجل وتحذف حسابك هناك نهائيا لا رجعة فيه، وبالتالي أنت تكون كذا بعدت نفسك عن عمليات الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي. طبعا هذا هو الموضوع كله بالخلاصة، إن دروب بوكس تعرضت لعملية تسريب بيانات المستخدمين من ضمنها أرقام الهواتف والإيميلات، وهذه هي الإجراءات المتبعة يعني من جهتك كمستخدم عادي، وهي أنك تدخل على حسابك على دروب بوكس وتغير كلمة المرور. بعد ما تغير كلمة المرور تدخل تنزل المواد اللي أنت كنت حافظها مثلا في خدمة دروب بوكس السحابية، تنزلها كلها إذا كان تبغى تحتفظ فيها أو إذا كان ما عاد تبغاها خلاص ما عاد لها أي داعي تحذفها نهائيا، وبعدين تحذف حسابك من دروب بوكس وتاخذ الايميل حقك اللي انت سجلته في دروب بوكس، تمام، وتروح تشوف الخدمات المرتبطه في هذا الايميل وتغيرها بايميل جديد كلها خدمه ورا خدمه واحده ورا واحده، تمام، انك ما تترك طرف وحيد او طرف خيط للمخترقين او المتسللين انهم يبتزونك عن طريق هذا الامر، بعدين تحذف الايميل الرئيسي اللي تم تسريبه في خدمه دروب بوكس. اسال الله ان يحفظنا واياكم. ختاما ونهايه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.